كشفت عزة العشري محامية طليق المطربة بوسي حقيقة إلقاء القبض على المطربة بوسي. وقالت عزة العشري في تصريح خاص إنها تتابع منذ صباح اليوم القبض على المطربة المصرية بوسي، خاصة وأن القضية التي ألقي القبض على بوسي فيها هي حكم نهائي واجب النفاذ لصالح فاطمة شقيقة فطين طليق بوسي. وأكدت عزة العشري أن قسم العمرانية بمديرية أمن الجيزة أصدر قرار بضبط وإحضار ياسمين محمد شعبان أمين والشهيرة بالمطربة بوسي ورقم المحضر 1978 لسنة 2019. وطيلة الفترة الماضية تعتبر الفنانة بوسي هاربة من العدالة وتنفيذ هذا الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات. وتنظر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة ببوسي. جلسة محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب من سداد 1,800,000 جنيه للضرائب، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال وحضور المستشار ماجد يحيى وسكرتارية وسام حنفي. وكانت المحكمة قد قضت في 7 مايو عام 2018 بحبس المطربة بوسي 2 سنين وكفالة 50,000 جنيه وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة. وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة ببوسي تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات وكالة الشافعي والمتحدة ومؤسسة فتوح بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بإجمالي مبلغ 1,800,000 جنيه. وفجر وليد فطين طليق الفنانة المصرية بوسي ومدير أعمالها سابقا مفاجأة صادمة عن سبب طلاقهما ملحما إلى خياناتها له مع الفنان كريم محمود عبد العزيز. وقال وليد فطين طليق الفنانة المصرية بوسي ومدير أعمالها سابقا في تصريحات تلفزيونية أن الخلافات والمشاكل بدأت مع تصوير فيلم عمر وسلوى، موضحا أن بوسي كانت تلعب دورا في الفيلم مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، والمفترض أن هناك قصة حب بين بوسي والفنان كريم خلال الفيلم. وأكمل كريم كان بيشوف شغله ويحاول يجرب منها عشان ما يخليهاش تتكسف من الكاميرا، لكن بوسي بدأت تتوهم حاجات تانية على حد قوله. يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من الخلافات التي وصلت إلى ذروتها بين المطربة الشعبية بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين، ووصلت للقضاء وكان حكم صدر ضد الفنانة بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21,034 سنة 2015 والأخرى المقيدة ب 20,353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين. وعقب التصالح وسداد المبالغ صدر حكم جديد عن محكمة جنح الهرم غيابيا، ودان الفنانة بوسي رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا. وفي ذات السياق تنتظر الفنانة بوسي محاكمة أخرى بشأن تهرب ضريبي واتهامها بالتهرب من سداد مبلغ 1,800,000 جنيه خاصة بالضرائب لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب.